السنة مشاهدي قناة الموصلية الفضائية وحلقة جديدة من برنامجكم المطبخ الموصلي. شيف شنو راح يكون طبقنا اليوم؟ اليوم راح نقدم وجبة هي تقريبا معروفة عندنا، هي وجبة الشيش طاووق اللي متكونة من صدر الدجاج والخضروات والبهارات اللي راح نتكلم عنها أثناء تحضير الوجبة. تحضير هاي الوجبة راح نحضرها بالطريقة المنزلية حتى تكون سهلة على ربة البيت، والمواد اللي راح نستخدمها كلها تكون موجوده ان شاء الله تعالى. طبق شنو؟ وراح نستخدم طريقه ما مثل اللي نستخدمها بالمطعم حتى تكون سهله عليكم مثل الوصفات السابقه. راح يكون عندنا المكون الرئيسي اول شيء صدر الدجاج، عندنا كميه هون 300 غرام. وراح نستخدم الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر والطماطه والبصل، راح نستخدمهم ايضا داخل مثل ما اقول الوجبه الرئيسيه. راح نستخدم الخس للتزيين كقاعده للطبق، وراح نستخدم البهارات بكميات راح نتكلم عنها اثناء التحضير هسه. اول شيء راح نحتاج الى معلقتين من زيت الزيتون. هذا الطبق ايضا من المطبخ الغربي؟ هذا الطبق يرجع الى المطابخ التركيه. نعم. تمام. راح نستخدم معلقه واحده من دبس الرمان. نعم. راح نبدا هسه نخلي البهارات الجافه. شنو راح تكون؟ اول شيء عندنا ما من ضمن البهارات خلينا نقول الملح، احنا عندنا اساسي بمعظم الوجبات او ضروري. راح نستخدم الكمون، راح نستخدم معلقه مال كوب مثل ما نقول. نعم. عندنا البابريكا كذلك. نعم. معلقه كوب حاله لو تكون لا بارد. راح تكون بابريكا وسط يعني عاديه، ما راح تكون اللي سبايسي. فاذا حبينا تكون سبايسي راح نضيف الفول بيبر الحاد بدال البابريكا الباردة. نعم. راح نضيف معلقة من الكوب تقريبا كذلك من الكزبرة. نعم. هوني عندنا مكونات اللبن، أنا ما أستغنى عنه أثناء تحضير الدجاج واللحم. اللبن يعمل على تفتيت الأنسجة ويكسب اللحم نوع من الطراوة، سواء كان من اللحوم مثل ما نقول البيضاء اللي هي الدجاج أو اللحوم الحمراء اللي نستخدمها لحم العجل أو لحم الخروف. راح نستخدم معلقة كذلك من الطعام من الدبس الفليفلة أو مثل ما يسموه السوريين اخوتنا المحمره. نعم. هنستخدم كذلك معلقه معلقتين من اللبن. هسه تقريبا عندنا الخلطه جاهزه، راح نحتاج الى نصف ليمونه. راح تكون عصره؟ بالضبط. نعم. راح نحصرها. احنا دائما نقول انه لما اجي على الطبق يعني داخل برنامجنا مثل ما نقول، انه احنا دائما بالبرنامج نحضر الاطباق السهله. نعم. والسريعه واللي مطروقه بالمنزل. هسه راح نكون صلصه بهاي الطريقه. نعم. راح نجانس الصلصه. المعجون اكثر هو اللي خلى اللون اللون عندنا البابريكا وعندنا دبس فليفله. نعم. اللي كسبتنا هذا اللون طبعا. راح نكون صلصه نظامي، بعد ذلك ايش راح اعمل؟ راح اضيف فوقاتها. دائما احب اكون صلصه لما اشتغل مواد بها تتبيله واخليها بداخله. راح اجي اخلي هاي 300 غرام من الدجاج مقطعه. نعم. راح ارشيكم الحجم مالته. راح نقطعها بهذا الشكل حتى يكون عندنا مظهر جميل للتقديم. نعم. تمام. طبعا ايش قد تبقى تقريبا؟ والله يفضل انه بعد الساعتين نبدا نستخدمها، واذا بيتناها من الليل داخل الثلاجة نغلفها. مستعجل ربة المنزل او تريد؟ والله اذا حبينا يكون طعم نظامي يعني خلينا نقول ساعة. نعم. كلش جيدة، بس الاشقد وقت اطول خارج البراد يعني، أو اذا هذا الجو اللي عندنا حاليا. نعم. ممكن تغليفه تكون خارج البراد. نعم. تمام. واذا كان الجو حار في فترة الصيف فاتمنى انه يخلوها بال الثلاجة يعني بعد. نعم. ما تتغلف اكيد. نعم. راح ناخذ فص ثوم وراح نستخدمه بهاي الطريقة فقط، راح نخليه داخل الصلصة. راح يكون بالضبط راح يكون. نعم. بس للطعم طبعا. اللون بالنسبة لي انا ممكن اضيف شوية من البابريكا حتى اضيف له نوع من الحمار. نعم. بعد صدر الدجاج دائما يتقطع بهذا الطريقة، يفضل انه يتقطع بهذه الطريقة حتى يكون عندنا شكل جيد للتقديم. نعم. راح اخلطه طبعا، هي بعد ما تكتسب حبات البابريكا الرطوبه اللي موجوده داخل الصلصه راح. نعم. تطرح لنا اللون بعد اكثر. نعم. راح يكون تقريبا برتقالي بالضبط. يعني يميل الى احمر.
بس بسبب وجود اللبن صعدنا اللون الى البرتقالي. طبعا هسه عندنا هذه جاهزه راح نخليها على جنب، راح نشتغل الخضروات مالتنا وبعد ذلك نبدا نحضرها او نطهوها بطريقه مباشره، يعني تحضير الشيش طاوق عندنا ما يتجاوز العشر دقائق. نعم. راح نجي اول شيء عندنا ناخذ حبات الفلفل. راح نستخدم تحضير الخضار للتزيين لو اي شيء. لا راح نستخدمه بالطبخ كماده اساسيه. نعم. بالضبط. راح اخذ حبه الفلفل بهذه الطريقه. اكثر الخضروات راح تستعمل الفلفل وايضا بعد. الفلفل والبصل والطماطه. البصل. راح اقطعها بهذه الطريقه. مثل ما تشوفون بالضبط. اربع قطع. راح تكون عندنا نظامية جدا. لازم ناخذ الحمراء ايضا حتى يكون عندنا لون تمام وعندنا طعم موجود. راح نستخدم حبة الفلفل هاي حسب الحجم، هسه هاي كفيت بهذا الشكل. نعم. تاخذ اكثر من قطعة حتى على حسب الكمية اللي عندي. نعم. طبعا وممكن انه هذا الطبق يعني يتقدم مع الارز ومع البرغل حتى. نعم. يعني الاتراك يقدمونه مع البرغل الاحمر تمام او مع وجبات الارز يعني ماكو اي مشكله. نعم. عندنا هاي الساعة القطع تقريبا بين متساوي عندنا. نعم. يعني حجم الحبه ما مهم. نعم. هاي الطماطه ممكن انه استخدمها بهاي الطريقه، راح اخذ هذا الجزء بس الجزء بالوسط بالضبط. نعم. هذا راح اخذه هسه راح نستخدمه بطريقه ثانيه. نعم. راح اخلي القطعه هذه وباقي الطماطه هذه راح اخليها هوني على جنب وراح نستخدمها بعدين كصلصه حتى ما نترك اي شيء من المواد اللي نستخدمها. نعم. ودائما احنا نقول انه الصلصه نتمنى تكون من جنس ايش الماده اللي نشتغلها حتى يساعدنا. نعم. تجانس بالطعم ونستفاد من المواد اللي موجوده بصوره كامله. نعم. كل هذه حبه الطماطم راح نستخدمها بهذه الطريقه. طبعا هي كميه صغيره بس راح تفيدنا بتكوين صلصه بسيطه بعد ذلك تكون جانبيه ممكن تستخدم بالتغميس وممكن. نعم. تستخدم فوق الطبق للتقديم. هاي الحبات راح نتركها على جنب هسه نجي نستخدم البصل أيضا. بالضبط راح نجي ناخذ حبه البصل هم ايضا نفس التقطيع راح يكون. راح نستخدمها بنفس التقطيع تقريبا. مربع دائما نشوف شكل راح يكون عندنا شكل بشكل مربع او مكعب. نعم. ماكو اي مشكله بتقدير التسميه. هسه عندنا تقريبا المواد اللي راح استخدمها بالطبق الرئيسي راح تكون جاهزه بشكل. نعم. كامل شيف احنا راح نكمل راح نكمل بعد ما ناخذ فاصل. ماشي مشاهدينا الاعزاء فاصل وراجعين لكم. مشاهدينا الاعزاء رجعنا لكم بعد الفاصل رجعنا نكمل ويا الشيف احمد وطبق اليوم الشيش طاووق بالضبط. نعم. احنا هسه هاي الجزء الاخير من البصل راح نتركه بصفحه. نعم. راح نستخدمه بعدين كذلك مثل ما قلنا راح نعد بينه صلصه بسيطه. نعم. هاي المكونات ما راح تحتاج يعني ما راح اتركها راح استفاد منه. تمام. بطريقه ثانيه هاي اول شيء راح نخلي شويه زيت بالطاوه مالتنا حتى تكون جاهزة عندنا للشغل. نعم. طبعا الكمية هاي كلش كافية ما احتاج اكثر. هاي الكمية كلش كافية تقريبا معلقة بالضبط معلقة اكل كلش كافية. هسه راح ادي اعد مثل ما اقول الوجبة مالتنا بطريقة نظامية. نعم. هاي اذا انا اعتقد موجودة ومتوفرة بالمنازل، اذا ما موجودة ففي السوبر ماركت موجودة. نعم. إذا كان حجم الشيش أكبر من حجم المقلاة اللي عندكم بالبيت أو الطاوة ممكن تقصوه على الحجم اللي تحتاجونه. راح نستخدم قطعة من الدجاج هاي الطريقة. نعم. راح ناخذ حبة الخضروات بالضبط بشكل بسيط جدا. أول شيء البصل راح ناخذ ترتيب ماكو أي مشكلة بينه. نعم. تمام. راح ناخذ هسه فلفل احمر فلفل اخضر نضيف الطماطم
يكون اخر شيء بالضبط. راح اخذ قطع بهاي الطريقه وهضيف قطعه الطماطه حاليا. هذا الشيش ساعدنا نظامي، هذا الشيش هسه او الشيش طاووق اصبح نظامي. طبعا ممكن نستخدمه على الفحم بعد كذا، بس احنا قلنا دائما نحب هاي. خلي نحضر الطاوله مالتنا، تمام. خلي نكمل شيش اخر، ناخذ مثل نفس الشيش نقدر مثل ما قريت انه على فحم. بالضبط على الفحم، وممكن احنا بالمطعم نستخدم الجريلات. نعم تمام، ماكو اي مشكله بالموضوع، بس احنا دائما قلنا نعد الاكل بطريقه يكون دائما متوفره بالمنزل. نعم، فاعتقد هاي اسهل طريقه موجوده على ربة البيت اختاريناها، حتى دائما مواد متوفره. بس كميه الزيت تكون قليله. قليله بالضبط، حتى يكون عندي نوع من الشوي واكتسب عندي طعم. راح نبدا نخليها داخل المقلاة بهاي الطريقه. نعم. طبعا حتى الشكل مالته جميل، اكو توازن بالالوان. بالالوان بالضبط. احنا راح ناخذ حبه البصل. ليش البصل دائما بالبدايه تخليه؟ ماكو اي مشكله، ممكن نغير بينه. ايه ماكو اي مشكله، اي مشكله ما عندنا. ممكن لما نشوي على الفحم اذا عندنا مسافه اطول نخلي. نعم. بعد ترتيبات اكثر ماكو اي مشكله. اكو من حتى يضيف باذنجان طبعا. نعم، يضيف القطع داخل ايضا داخل الشيش بالضبط كقطعه. فهاي اشياء مثل ما يقولون حسب الرغبه. احنا نقدم الوصفه بشكل نظامي. نعم، والاضافات اللي يحبون يضيفوها، يحبون مثلا اكو مكون ما يحبونه فممكن انه ما يضيفونه، ماكو اي مشكله عندنا. نعم، هاي عندنا قطعه هنا تكفي نعوضها. يعني اكو شغلات ممكن احنا نغيرها، يعني ما احب البصل، اوكي خلي فلفل وطماطه واضيف باذنجان، ماكو اي مشكله. اخليها بهي الطريقه، دائما ننتبه عليها. بهذا الشيء الصدر راح يشوى بالكامل. بالضبط. واذا ما تم شوى شلون تقدر ربة المنزل تعالج هاي المشكله؟ هو راح يكون عنده سواء كامل. نعم. راح نخلي قطعة بعد دجاج وبعدين نرجع الفلفل. بالضبط، راح نضيف الفلفل الأخضر الأحمر، قطعة من صدر الدجاج، بالأخير راح نضيف حبة الطماطة. هسه صار عندنا الشيش كامل. طبعا الطبق سهل جدا على ربة المنزل، وسريع ايضا، وسريع وطعمه كذلك طيب، وكذلك يصلح كطبق عشاء خفيف. يعني يعني على من مشيش مثل الكباب. ما هو الشيش طاووق التسميه انه هو شيش السيخ هذا اللي نستخدمه او العيدان. نعم، كلمه شيش هي كلمه تركيه معناتها السيخ، والطاووق معناها الدجاج. نعم، فيسمى شيش طاووق تقريبا على هذا المسمى حسب. نعم، ما اعتقد. فهسه هاي الاكله انتشرت يعني بكل البلدان موجوده حاليا، بس انت قلت الاساس تركيا. بالضبط، هسه حاليا احنا دائما نحاول نقلبها حتى تكتسب الشكل اللي نحتاجه. راح نرتب المكان مالتنا بينما يستوي عندنا هذا الطلب او الطبق. قلت اذا ما استوى نقدر نغطينه. بالضبط، يستوي. احنا ما عندنا اي مشكله من ناحيه الطبق. نعم، اذا ما استوى ممكن انه يعني شو ما قلنا نغطينه. تمام. نعم، بعد ذلك هسه راح نحط صلصه خفيفه. نعم، ممكن تكون كرموس وممكن تكون نزين بها الطبق مالتنا اثناء التقليب. طبعا الشكل مال الاستواء يبين عندنا. بهاي الفترة راح نحضر الصلصة مالتنا بكل بساطة. راح ناخذ البصل اللي بقى عندنا، يكون ناعم كلش. بالضبط، هنستخدمه بشكل ناعم. راح تقليله اكيد. راح نقليله وراح نضيف علينا مواد. نعم،
حتى يكون عندنا نظامي. راح ننعمه بعد حتى يكون عندنا مثل ما نقول صلصة نظامية. نعم. راح استخدم معانا قلب الطماطة اللي ما مثل ما نقول ما رميناه، راح نستخدمه. نعم. حتى احنا دائما نظل نلاحظ الطبق مالتنا شو نعرف انه بدا يستوي من الشكل. الشكل بالضبط استوى زين عندنا من الشكل. هسه راح نهد نجيب الطماطة هذه الباقية. نعم هم تكون ناعم. بالضبط راح ارجع نعمها كلها مع بعض بعدين. نعم. هاي الطريقة اجيب قلب الطماطة شوية فلفل. ليش بس الفلفل؟ ليش بس الفلفل؟ راح احتاج طعمه بالصلصة. نعم. ونفس الشيء مثل ما نذكر دائما انه لازم يكون عندنا مكون، المكونات موجودة عندنا هي من الطبق حتى يصير عندنا تجانس الطعم الصلصة. فاللي بقى بالطبق بالضبط ايضا نستخدمه حتى يكون عندنا صلصة نظامية. بعد ما كملنا راح نحاول ننعمها هاي الطريقة. لازم تكون ناعمة كلش. بالضبط ممكن نضربها بالخلاط يعني ونعملها على شكل سائلة ونرجع نضيفها، بس ما راح يكون عندنا نكهة مثل ما نستخدم بهاي الطريقة. نعم تفقد المكونات. بالضبط راح تفقد المكونات الطعم اللي احنا نحتاجه. نعم هسه تقريبا اكتملت عندنا. أول وجبة معرفنا بدأ يستوي. بالضبط بدأ يستوي عندنا. مثل ما قلنا إذا عندكم مشكلة بوقت الاستواء ممكن مثل ما قلنا تستخدمون الغطاء. نعم. حتى يكون عندنا، بس الشكل عندنا نظامي جدا. رائحة الأكل ما شاء الله عليها. طبعا هاي راح تحسون بها أثناء مثل ما يقول استخدام الطبق، راح تحسون بهاي الأشياء. نعم. راح نحضر قبل ما تحضر لنا راح ناخذ فاصل ونرجع. ماشي مشاهدينا الاعزاء فاصل وراجعين. مشاهدينا الاعزاء رجعنا لكم بعد الفاصل. رجعنا نكمل ويا الشيف احمد طبق اليوم الشيف طاووق. طبعا الشكل الشيف طبعا احنا دائما نحاول وسط المقلاة دائما يكون عندنا اسخن شيء. نعم. فاذا الشيش اللي قطع او السيخ ما نقدر نحاوله على الاخير يكون. نعم. الحراره ابطا يكتسب. نعم. سواه كامل، والشيش اللي يحتاجناه راح نخلينه بالبدايه. نعم. راح نبدا مثل ما نقول نحضر طبق التقديم مالتنا. نعم. لما يستوي عندنا الدجاج حتى نقدمه ونحضر الصلصه البسيطه اللي تكلمنا عنها. نعم راح نجي ناخذ خس. راح يكون القاعدة. بالضبط راح يكون عندنا كقاعدة راح نفهمه بطريقة ناعمة. طبعا احتاج دائما انه اخلي الخس يكون قاعدة او المواد اللي بالضبط احتاج اللون اللي موجود بينه، وكذلك نكهته ما تأثر على الطباق اللي عندي. نعم. فدائما احاول استخدمه. بالضبط احاول استخدم الخس دائما. ليش؟ لانه الشكل مالته الالوان مالته تعكس لي بالطبق شيء جميل، اضافه الى انه ما يضيف تدخل بالطبق او يغير لي النكهه. نعم. خارج المألوف، فدائما استخدم الخس كقاعده. طيب هاي القاعده هون. بالضبط راح نشرح القطع اللي عندنا. تقريبا قطع عندنا بدي تستوي هذا الشكل. نعم هذا استوى بالكامل. بالضبط شيش نظام اللي يريد يكون اكثر محمص عندنا هاي الجهه. ما عندنا اي مشكله، اللي يحب يحمصه بشكل كامل مثل هذا هو براحته. نعم راح نبدا نحضره للتقديم. احنا راح
ناخذ السيخ من المستوى الثاني. نعم. هاي الطريقة. هذه المواد اللي خليناها والصلصة. نعم. بالضبط. ما عندنا مشكلة فيها. بس نعرف انه هو استوى بالكامل. بالضبط، ممكن انه نقيس قطعة معينة. نعم. حتى نتأكد من السوى مالته. نعم. طبعا هسه عندنا الطبق نظامي جدا، بس راح نبدا نعد صلصة. هسه راح نبدا بعد ما رتب لنا المكان شوية. نحضر صلصة بسيطة. نعم. حتى نستخدمها مع هذا الطبق. راح نعلي النار مالتنا حتى تكتسب المقلاة شوية سخونة. نعم. راح نبدي شوية نضيف لمسات هالطبق مالتنا حتى يكون عندنا تقديمه أجمل. نعم. ممكن نروح نقدمه بهذه الطريقة. راح تضيف الأشياء كلها هذا الشكل. نعم. دائما تقديم شيء مهم. إحنا هسه راح نقدم هاي الطريقة. راح نضيف الليمون. الليمون أساسي عندنا دائما. لما تسخن المقلاة مالتنا استغل الوقت حتى المشاهدين يستفادون قدر الإمكان من الحلقة. الليمون دائما مهم للتزيين. بالضبط. راح نخليها شرايح من الليمون هني. استخدم الليمون بهذه الطريقة. بالضبط. هاي اضيفه للطبق ايضا. بالضبط، راح اضيفه فوق الطبق بهذه الطريقه حتى تنطيني نوعا ما من اللون، وايضا اضيف شويه يكون حامض. احنا خلينا حامض يعني داخل الطبق. احنا تكلمنا عنه دائما الدجاج والكذا والاشياء المشويه تحب نضيف له نوع من الحموضه. نعم. هسه تقريبا الزيت مالتنا سخن. راح نضيف المواد معنا. راح نضيف شيء ثاني لو هي راح نضيف معنا عندنا صلصة. راح نضيف المحمرة أو دبس الفليفلة مقدار يعني إيش نقول نصف معلقة أو معلقة كوب مثل ما نريد. هاي حارة لو باردة تكون. هاي باردة. اللي يحب يكون سبايسي راح نخلي سبايسي. غش الكمون. الملح أساسي عندنا بكل الصلصات. بابريكا تقريبا. البهارات ايضا نفس المحتوى اللي خليته. بالضبط. راح اضيف الكزبره كميه شويه اكبر. نعم. حتى تنطينا الطعم. راح اخليها بهذه الطريقه. كلها تقلب بالكامل الى خضروات. بالضبط. راح اخلي الخضروات مالتي تنقلب بشكل كامل. شيف يعني هسه مكونات الصلصه مره ثانيه حتى ربه المنزل هم تعرفها. احنا تكلمنا استخدمنا نفس الاشياء اللي بقت عندنا. قلب الطماطه اضافه الى البصل مفروم ناعم، فلفل مفروم ناعم. نعم. نرجع البهارات، ضفنا رشه كمون. نعم. رشه بابريكا، رشه ملح، وشويه زيدنا بالكزبره حتى يكون عندنا طعم ورائحه زكيه. نعم. راح نستخدم هاي القاعده للتزيين او للتقديم العفو. بعد ما نضيف شويه ماء فوق الصلصه مالنا حتى هي صلصة لازم نضيفها. بالضبط. نعم. حتى نكون صلصة نظامية. تقريبا اللي محتاجه انه تتجانس فقط. نعم. حتى نضيفها. استوت الخضروات. الخضروات استوت عندنا. نعم. يكون عندنا كشي نظامي. لازم تبقى شوية من الماء لو تنشف بالكامل. أكيد أحتاج إنه يبقى شوية من الماء عندي. نعم. لأن هي راح تكون الصلصة اللي راح نغمس بداخلها. هسه تقريبا عندنا صارت صلصة نظامية كاملة بهاي الطريقة. نعم. تمام. راح نطفي النار عليها. راح نجي أول شيء ما نقدم على كل السياخ حتى اللي يحب حسب الرغبة. نعم. اللي ما يحب براحته. راح تكون فوق الطبق. هذه راح نخدمها بهاي الشكل. تقدر تخليها للجانب. او راح نخليها بشكل جانبي بهاي الطريقة. اللي يحب يستخدمها بشكل جانبي. نعم.
ماكو اي مشكله عندنا. تقريبا الطبق اكتمل عندنا. هسه الطبق اكتمل عندنا بشكل نظامي. هذا طبقنا اليوم. احنا كملنا اليوم الطبق مالتنا. الشيش طاووق. قلنا اكله من المطبخ التركي. نعم. تمام. وبالنسبه للصلصه، الصلصه هي اضافه جانبيه، ممكن استخدام الكريم ثوم عوضها او صلصات اخرى. بالضبط. شنو هي الصلصات اللي ممكن نستخدم الكريم ثوم الثوميه مثل ما نقول. نعم. ممكن هي مع الدجاج دائما. ماكو اي مشكله بالموضوع. سريع ايضا على راسي. واحنا دائما نقدم الاطباق السهله. بالضبط. اللي ممكن تحضرها داخل المنزل. مشاهدينا الاعزاء، احب اذكركم انه بكل حلقه اذا عندكم سؤال او استفسار او اكله يقدمها الشيف احمد، ننتظر منكم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المطبخ الموصلي. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، وانتظرونا في حلقة جديدة وطبق جديد. إلى اللقاء.